مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف التاسع في مدرسة الأندلس، مع درس جديد من دروس وحدة المجالات المغناطيسية. والدرس الأول في هذه الوحدة بعنوان المجال المغناطيسي. تعالوا نشوف أولا أهداف الدرس. الهدف الأول أن يستنتج الطالب مفهوم المجال المغناطيسي، أن الطالب يعرف ما المقصود بالمجال المغناطيسي. الهدف الثاني أن يقارن بين شدة المجال المغناطيسي في مناطق مختلفة حول المغناطيس. بداية الفكرة العامة للدرس، أنواع القوى في حياتنا اليومية أو على سطح الأرض تنقسم إلى نوعين. النوع الأول يسمى قوى تلامس، لأنه عندما يؤثر على جسم لابد أن يلمس هذا الجسم. مثال عليها قوة الشد وقوة الدفع. أنت علشان تشد جسم معين لازم أنت تلمسه، أو الشيء اللي هتسحب به مثل الخيط أو الحب يلمس هذا الجسم. النوع الآخر قوة الدفع، وهذه أيضا قوة تلامس، علشان تدفع أي جسم لابد أن تلمسه. النوع الآخر من أنواع القوة وهي قوة المجال، وقوة المجال هذه لها اسم آخر تسمى قوة التأثير عن بعد، بحيث أنك ممكن تؤثر في الجسم تسحبه أو تدفعه بدون ما تلمسه. مثال عليها مجال الجاذبية، يعني على سبيل المثال لو أنت أعلى مبنى ورميت شيء في الهواء، هذا الشيء ينجذب للأرض مع أنه غير متصل بالأرض، ما في شيء يصل الجسم المعلق في الهواء هذا، ما في شيء يربطه بالأرض، لذلك نسميه قوة المجال أو قوة تأثير عن بعد، مجال الجاذبية. النوع الآخر مجال الكهربي، والنوع الثالث والأخير وهذا هو موضوع درس اليوم المجال المغناطيسي. تلاحظ عند تقريب مغناطيسين من بعض تحدث قوة تنافر أو قوة تجاذب بدون تلامس المغناطيسين، لذلك هذه القوة تسمى قوة المجال أو تسمى قوة تأثير عن بعد. إذن المغناطيس يؤثر بقوة جذب عن بعد، لذلك نسميها قوة مجال. يؤثر المغناطيس بقوة جذب عن بعد في أي جسم مصنوع من مادة مغناطيسية مثل الحديد أو الكوبالت أو النيكل. وللمغناطيس قطبان، أحدهما يسمى قطبا شماليا نرمز له بالرمز N، والآخر قطبا جنوبيا نرمز له بالرمز S. إذن هناك قوة مغناطيسية، هذه القوة المغناطيسية هي القوة التي يؤثر بها مغناطيس على مغناطيس آخر أو على جسم مصنوع من الحديد أو الكوبالت أو النيكل. القوة بين مغناطيس ومغناطيس ربما تكون تجاذب أو تنافر، إنما القوة بين مغناطيس وبين جسم مصنوع من الحديد أو الكوبالت أو النيكل وهذا الجسم يكون غير مغناطيس، هذه القوة دائما بتكون قوة تجاذب فقط. إذن فيه قوة تجاذب وقوة تنافر. قوة التجاذب هي القوة بين قطبين مختلفين شمالي وجنوبي لمغناطيسين، أو بين قطب سواء جنوبي أو شمالي وجسم مصنوع من الحديد أو الكوبالت أو النيكل. طيب وقوة التنافر، هذه فقط تحدث بين قطبين متشابهين لمغناطيسين مختلفين سواء جنوبي وجنوبي أو شمالي مع شمالي. تعالوا نشوف هذه التجربة بتبين قوة التجاذب وقوة التنافر، التجاذب والتنافر بين أقطاب المغناطيس. أولا هذا مغناطيس وهذا جسم معلق، الجسم المعلق هذا من الحديد أو الكوبالت أو النيكل. إيش أنواع القوة؟ بتكون قوة تجاذب فقط، ما في قوة تنافر في هذه الحالة، سواء استخدم القطب الجنوبي أو الشمالي، القوة في هذه الحالة قوة تجاذب فقط. طيب هنا برضو قوة تجاذب،
إذا كان القطبين مختلفين، لو تلاحظ القطب الأحمر مع القطب الأزرق، الأحمر هذا لون القطب الشمالي والأزرق لون القطب الجنوبي. المهم عندما يكون القطبين مختلفين تكون القوى المؤثرة هي قوة تجاذب، كما نرى يتجاذب القطبان مع بعضهما البعض لأنهما مختلفين. طيب، عند استخدام قطبين من نفس النوع الأزرق مع الأزرق اللي هو الجنوبي مع الجنوبي يحدث قوة تنافر. القوة هنا هتكون قوة تنافر، نرى يتنافران مع بعضهما البعض. إذن القطبان المتشابهان يتنافران. المجال المغناطيسي، كما رأينا هذه القوة تؤثر في جسم، يؤثر بها مغناطيس على جسم آخر أو يؤثر بها مغناطيس على مغناطيس آخر. هذه القوة لا تظهر إلا عند تقريب المغناطيسين أو عند تقريب الجسم للمغناطيس. لماذا؟ لابد أن يدخل هذا الجسم في المنطقة التي تحيط بالمغناطيس والتي تظهر فيها قوته. هذه المنطقة تسمى منطقة المجال المغناطيسي. إذن تعريف المجال المغناطيسي هو المنطقة التي تحيط بالمغناطيس وتظهر فيها آثار قوته المغناطيسية. تعال نشوف التجربة دي هتوضح أكثر. الآن الجسمان بعيدان عن بعض فلا يوجد تأثير بأي قوة، ولكن عند تقريب المغناطيس هذا للمغناطيس الآخر، عندما يدخل المغناطيس الثاني في منطقة مجال المغناطيس الأول تظهر قوة التنافر. يبقى إذن أول من قربهم بحيث أن المنطقة المحيطة بهذا المغناطيس والمنطقة المحيطة بهذا المغناطيس يتداخلان، هنا تظهر أثر القوة. الآن البعيدين عن بعض فلا تظهر أثر القوة المغناطيسية، ولكن عندما يدخل مغناطيس في المجال أو في المنطقة المحيطة بالمغناطيس الآخر تظهر أثر هذه القوة. لذلك هذه المنطقة نسميها المجال المغناطيسي. يبقى إذن المجال المغناطيسي هو المنطقة المحيطة بالمغناطيس والتي تظهر فيها آثار القوة المغناطيسية لهذا المغناطيس. شدة المجال المغناطيسي، كيف تختلف شدة المجال المغناطيسي؟ هل هي بتكون منتظمة في كل الحالات أم بتكون في مكان كبير وفي مكان بتكون قليلة شدة المجال المغناطيسي؟ كما نرى في هذا في هذه الصورة، البراد برادة الحديد تتجمع أكثر فين؟ عند القطبين ولا عند المنتصف؟ لا، تتجمع أكثر عند القطبين، لذلك شدة المجال المغناطيسي بتكون أكثر عند القطبين، وكل ما ابتعد عن القطبين تقل شدة المجال المغناطيسي. هنا أيضا في هذا المغناطيس المستقيم كلما اقتربنا من القطبين تزيد شدة المجال المغناطيسي، وكلما ابتعدنا عنها تقل شدة المجال المغناطيسي. وهذه تجربة بسيطة، نضع القطب المغناطيسي الحديدي ونضع فوقه ورقة وننثر فوق هذه الورقة برادة حديد. هذا عبارة عن برادة حديد، حديد كأنه حديد مطحون. كما نرى برادة الحديد الأكثر تتجمع عند القطبين. عندما نقوم بهز الورقة تنتقل برادة الحديد بحيث تكون أكثر عند قطبي المغناطيس، وهذا يؤكد أن المجال المغناطيسي يكون أشد وأقوى كلما اقتربنا من قطب المغناطيس. وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد وضحنا معنى المجال المغناطيسي، وقد بينا أن شدة المجال المغناطيسي تكون أكثر كلما اقتربنا من القطبين وتكون أقل كلما ابتعدنا عن القطبين. التقويم، السؤال الأول، عدد المواد المغناطيسية التي من الممكن أن نصنع منها مغناطيس أو تنجذب للمغناطيس. المواد المغناطيسية هي الحديد والكوبالت والنيكل. السؤال الثاني، اذكر أقطاب المغناطيس، قطب شمالي وقطب جنوبي.
السؤال الثالث، صف القوى المغناطيسية. القوى المغناطيسية نوعين، قوى تجاذب بتكون بين قطبين مختلفين للمغناطيس أو بين أحد القطبين وجسم مصنوع من الحديد أو الكوبلت أو النيكل، وبشرط يكون هذا الجسم ليس مغناطيس. السؤال اللي بعده، عرف المجال المغناطيسي. هو المنطقة المحيطة بالمغناطيس وتظهر فيها أثار قوته المغناطيسية. السؤال الأخير، علق على الصورة. من هذه الصورة نرى أن برادة الحديد تتجمع أكثر عند القطبين، لذلك نقول أن شدة المجال المغناطيسي تكون أكبر عند القطبين. وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.